رول الجلاش بالجبن حلو قوي. ايه بقى قصته؟ ولا اي حاجه، سهل. معانا لف الجلاش. احنا المفروض في البيت على طول يبقى فيه كده في الفريزر لف الجلاش، لما تبقي تعبانه ومش قادره تعملي اكل، او عندك اكل متبقي من قبلها بيوم وعايزه تدعمي الاكل ده باكله كده علشان الحمد لله الاكل يكفينا كلنا، هنقوم عاملين صينيه الجلاش الحلوه دي. تطلعي الجلاش قبلها بساعتين بس كده يفك من الفريزر ويبقى جاهز معانا. تمام. هنحتاج ايه كمان؟ معانا شويه جبن، جبنه موتزاريلا على جبنه رومي على جبنه شيدر، يعني بواقي كده كله على بعضه وهينفع ويبقى حلو قوي. معانا فلفل الوان متقطع صغير، او ممكن فلفل رومي اخضر مفيش مشكله. معانا برضو زيتون متقطع حتت صغيره. كل دي هتبقى الحشوه في لفه الجلاش. ومحتاجين بقى نحضر ايه يعني اسمها ايه يعني هنسقي بقى الجلاش ده بخلطه كده حلوه جدا قبل ما ندخلها الفرن. عباره عن كوبايه لبن، معلقه صغيره من البيكنج باودر، ملح وفلفل، وهنضربهم مع بعض كويس قوي ونفردهم على وش صينيه الجلاش قبل ما ندخلها الفرن. وطبعا هنحتاج كده ايه يعني خليط ما بين السمنه والزيت، او ممكن زيت بس، ممكن سمنه بس، ممكن زبده، براحتكم، علشان بس ندهن رقات الجلاش واحنا بنلفها فيبقى مورق كده ومستوي وطعمه ظريف. بس كده ولا اي حاجة. وصفة جميلة جدا جدا. وانت كده ممكن اصلا ايه العيال في البيت هم يعملوها، وانت بس تبقى عليك الحركة الاخيرة بتاعت ان انت تسقيها لبن وتدخليها الفرن. يعني خليهم هم يعملوا لفة الجلاش وانت بقى تطلعي بالتاتش الاخير كده. يعني لا، وصفة سهلة جدا مش هتخليكم تعملوا ابدا يعني تاخدوا وقت في يعني في المطبخ ولا حاجة. كده اهو انا بفتح كده ايه لفة الجلاش كده اهو. هناخد كده ايه رقين من الجلاش اهو، ومعايا الفرشة، وناخد الخليط ما بين السمنة والزيت، وصينية كده حلوة، ممكن صينية فرن عادية او صينية بايركس كبيرة كده زي اللي انا عاملاها، او اي صينية هتنفع، كله هينفع. زي ما انتوا شايفين انا بدهنها بس كده الاول، وناخد كده ايه رقين كده من الجلاش ونحطهم كده، وهديهم كده برضو ايه دهنة كده بسيطة. بالشكل ده. ومعانا بقى الحشوة. ميكس جبن كده مع بعض مع شوية فلفل ألوان وشوية زيتون كده. ادي كده الحشوة الحلوة، ونقوم لفينها كده ايه على بعضها كده رول لغاية اخر الصينية اهو كده كده. وادي اول رول. ناخد برضو لفتين كده هنا حلوين اهم، ونحطهم برضو بنفس الحكاية، ونديهم دهنة سهلة كده بخليط السمنة والزيت، ونعمل نفس الحكاية، شوية جبن، شوية فلفل ألوان، زيتون. وتقدري تغيري في الحشوة براحتك، اللي انت عايزة تحشي بيه احشي بيه. نلفها كده على نفسها اهو، ونحطها جنبها، وهكذا وهكذا لغاية ما نخلص كل رقات الجلاش بنفس الطريقة. ونقوم مقطعينه بقى بالسكينة، ومعانا زي ما قلتلكوا كوباية لبن اهو، هنحط لها رشة ملح وفلفل، ملح وفلفل، وبديل ان احنا نكسر بيضه هنحط معلقه صغيره من البيكنج باودر بس كده. وبالشوكه نقلب البيكنج باودر مع اللبن والملح والفلفل، ونسقي بيه ايه خليط نسقي بالخليط دوت صينيه الجلاش كلها بعد ما نكون قطعناها، وندخلها الفرن. فرن سخن درجه حراره 180 في الرف اللي في النص، من 25 ل 30 دقيقه بالكتير، وهتلاقي الجلاش استوى معاكي. وطبعا احنا مقطعينه صوابع، هاتهولنا بقى استاذ صلاح كده، بصوا عامل ازاي، خطير اهو، بصوا شكله تحفه. صوابع الجلاش مقرمشه ولذيذه، والحشوه جواها بقى جبنه وفلفل الوان، خطيره.
وصفة حلوة جدا، زي ما قلتلكوا تقدروا تغيروا الحشوة براحتكوا خالص. ورشه بقدونس، وعملنا الصينية الكبيرة الحلوة دي، وبالهنا والشفا، حلوة حلاوة. يعني لو مش عارفة تعملي غدا ايه، قومي اعمليها دلوقتي. مش هتاخد منك وقت ابدا، وطعمها حلو جدا، مش هتحتاج جنبها غير ممكن طبق سلطة ولا حاجة، وبالهنا والشفا ان شاء الله تعجبكم. فاصل بسرعة نلم الكلام ده كله، ونرجع نعمل مخبوزات لطيفة جدا بالبطاطس، حلوة قوي. خليكم معانا بعد الفاصل.